أنا كسرت شخصية بنتي وهي صغيرة، والآن هي متزوجة وكبيرة، تلومني على أنها ضعيفة الشخصية، فهل أنا السبب؟ وكيف أعالج المشكلة؟ شوفي، أنت طالما تقولي لي أنا كسرت شخصيتها وهي صغيرة، في الغالب أنا الواضح عندي أنت السبب. هذا الواضح، أنت كأم أنت السبب. طيب الآن هل ممكن علاج المشكلة؟ الجواب نعم، العلاج من طرفين، منك أنت في تحسين معاملتك لها، والبداية الاعتذار والتأسف، تقول يا ماما ترى أنا غلط في حقك وربيتك غلط وآسفة، لكن أنا ما حد علمني، ما حد وجهني، والحين أحط إيدي بيدك حتى نصلح الوضع. هذه أول خطوة لازم تسوينها. الخطوة الثانية عاد تبدون في وسائل لتقوية الشخصية، بس الآن طبعاً اليوم مو موضوعنا، ممكن ترجعون حق فيديو عندي في قناتي في اليوتيوب في كيف نعزز الشخصية، كيف نقوي الشخصية. أنا مسجل 3-4 فيديوهات في تقوية الشخصية، لو رجعتوا لها راح تستفيدون من أفكارها.